تحت عليه بيس على السياقه تحت تاعك اللي في برا السدود تاعنا والسنسيبيليزاسيون ضد الحوادث. على بالكم شراسه على الكوارث اللي راهم يصراو، نحكوا غير على هنا في بصح قادره. ارتأت قيادة الدرك الوطني لبرمجة حملة تحسيسية وطنية تحت شعار حافظ على عائلتك واستمتع بعطلتك خلال الفترة الممتدة من 9 مارس إلى غاية 15 مارس 2021، أين سعت قيادة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران على أن تركز الجهود حول التحسيس من مخاطر القيام بالمناورات الخطيرة على الطريق وهي على رأسها، وكذلك الإفراط في السرعة والتجاوزات الخطيرة، وكذا السير على اليسار، وكذا نقل الأطفال أقل من 10 سنوات في مقاعد الأمامية، السياقة تحت تأثير التعب والإرهاق.